اهلا بيكم معانا من الفاصل، واحنا نرحب بالدكتوره مها مختار، وهي اهلا صاحبه مشروع جميل جدا. اهلا بيكي. اهلا بيك حبيبتي. اهلا. احكي لنا شويه عن نفسك الاول، يعني قبل ما نتكلم في المشروع الجميل قوي دوت، اللي هو ازاي الواحد يعيد سياق حاجه قديمه عنده لحاجه جديده تستعمل لاول مره، فعلا حاجه جديده خالص من حاجه قديمه، بس محتاجين نبذه عنك الاول. احكي لنا. انا دكتوره مها، معايا دكتوراه تربيه فنيه وبشتغل في التدريس، وبحب الهاند ميد جدا، بحب اشتغل فيه، بحب اي فكره جديده اشوفها ابدا انفذها حتى لو صعبه، ابدا وافضل وراها لغايه لما اتعلمها واتقنها وابدا اطور فيها. كل حاجه فيها فن كده او هاند ميد او بحبها، يعني حتى انا مش متخصصه في حاجه معينه. انا درست في الكليه بتاعتي كل الاقسام اليدوي، يعني النجاره والمعادن، فكل حاجه الحمد لله بفضل الله بقدر اشتغل فيها، بقدر اعمل حاجات جديده. بالنسبه للشغل بقى اللي هو التدوير ده، في الفتره الاخيره دي طبعا لقينا في ناس كتير بترجع لان هي تبدا تعيد حاجات قديمه عندها علشان الوضع الاقتصادي بتاعهم او دخل الاسره او كلام من ده. فانا بدات بيها اولا في فكره الكفر بتاع المصحف، بدات اخده اعد فكرت في البنطلون الجينز. طبعا طبيعه القماش ان هي، انا ملاحظه انت شغاله كتير قوي بالجينزات، يعني شغل كتير قوي بالجينز دلوقتي. هو الجينز والجبردين قماشه ما بتنسرش، سهل ان انت تشتغلي بيها وتطوعيها. تمام. فاهماني؟ فبدات الاول خالص ان انا اشتغل في الكفرات بتاعه المصحف، احط عليها قماش واحط عليها كروشيه واحط عليها دانتيلات، بحيث ان انا اعمل منها شكل، اخد حته من البنطلون معينه عند الجيب. هو الجنس البنطلونات الجنس عموما لما بتستهلك من مناطق معينه وبقيتها بتبقى جديد، وتقدري تطوعيها وتشتغلي بيها تاني وتديكي نتيجه حلوه جدا. تمام. فبدات في الاول بفكره الكفر بتاع المصحف، وبعد كده لفتت نظري فكره المرايه، لقيتها فكره مطرقعه كده و عسل جدا. لازم اوريكوا بقى، بصوا الجمال ده. دي مريالة مطبخ صح؟ دي مريالة مطبخ. انا عملت منها اشكال كتير، بربطها شويه في المواسم، في رمضان بحط عليها قماش خياميه، احيانا بنرسم عليها، بنعمل معاها المسكات بتاعتها، الفوط بتاعتها. ده من جينز عادي جدا. بنطلون. بصي هو بنطلون النص القداماني خالص متاخد متدور ومحطوط عليه القماش حوالين داير اهو، ومن فوق الحته اللي ورا ركبت حته كده لقدام. بالظبط. تحفه. ايه باينه في جيب الواحد هو في المطبخ كده عايز يحط معاه القوي وهنا مثلا شكله جميل قوي ويتربط لورا. بالظبط، هو بيتربط من فوق طبعا حسب الطول اللي انت عايزاه، ومن ورا. حلو قوي. ده كانت عليها اقبال شديد جدا عندي، خصوصا بتاعت رمضان، لان كنت بحط عليها، لا وفيها في كمان افكار تانية فيها، بندخل ندخل فيها جيوب وحاجات، فكانت فكرتها حلوه جدا معايا، يعني مشيت معايا كويس. بعد كده بدات ابص لحاجه تانية، بدات افكر في الجاكيت، ان احنا البنطلون نقصه نعمله جاكيت، نعمله نص فستان، خصوصا لو عندنا البنطلون صغر وعندنا فستان قصر، فممكن اخد النص اللي تحت مع النص بتاع البنطلون وابدا اظبطهم مع بعض وادخلهم زي ده كده. ده كده فستان اهوت، نشوف بقى مع بعض. بصوا ده برضو البنطلون مقلوب محروط، بس يا دوبك الرقبه والكمين، ومحطوط له من تحت القماش عادي خالص. معلش مصطفى اللي جيب عليا. ايوه بصوا البنطلون اهو مقلوب، هي الطبيعي بتاعه كده. هو الطبيعي كده، هو الطبيعي القمر فوق اهوت. احنا قصينا الرجلين بقى، عملناها كده، ومن ورا عامل ازاي. تمام. وبعدين قلبتيه كده. ايوه بالظبط. وعملتي بقى ليه جيبه من تحت. ايوه يعني عملنا في عملنا قوي. عملنا له القماشه دي وحطينا منها بيه فوق. هنا عملنا لكليك. ده بقى خطيره. ده عملنا لك ديت. ايه وناعمين قوي من جوه. ايه ده؟ احنا مبطنين علشان يبقى حاجه للشتاء، يعني مبطن بايه ده؟ وهيستحمل، يعني هو بفرق، بصي فرو تحفه. ده انا بتهيألي ده يدفي قوي ده. بالظبط. هو ده برضو حاجه كويسه. طبعا احنا ما حطيناش عليه وردات ولا حطينا عليه اي حاجه تحت بند انه يمشي رجالي وحريمي الاثنين. لذيذ قوي. هنا برضو فكره نفس الفكره.
نفس الفكره دي، شبشب كده الحمام متبطن برضو من جوه، تحفه يدفي جدا على فكره. معانا تليفون ام زين. ايوه شفتي، ازي حضرتك؟ اهلا اهلا بيك يا حبيبتي، اهلا وسهلا. اتفضلي. ايه شفتي، انا والدتي عندها 48 سنه ويعني وزنها فوق ال 120 كيلو. تمام. وعندها احتباس في الميه في الجسم، يعني ما تعرقش خالص. لازم تروحي لدكتور بطنه. فيعني عايزه اي حاجه؟ لا مفيش اي حاجه، ما ينفعش اي دواء لاي حاجه، لازم تروحي لدكتور بطنه. ممكن يكون الاحتباس ده ليه اسباب كتيره، ممكن يكون بسبب الكلى، ممكن يكون لاسباب كتيره، فلازم تروح للدكتور. هي كشفت صح قبل كده وقالوا لها عندها ملاح وخدت فوار وخدت علاجات كتير بس مفيش فايده. لا يبقى تشوف دكتور تاني عشان يتعالج، ما دام لسه عندها يبقى لازم يتعالج، يبقى ليه مش في مشكله معينه. على فكره ممكن يكون اوقات جدا يكون في حسب في الجسم، لما الواحد ياكل حاجات معينه بينزل زلال من مثلا الكلى او بينزل زلال من اعضاء معينه في الدم يعمل المشكله دي، ومش كل الدكاتره بتعرف، مش كل الدكاتره بتعرف ان ده سبب زلال من عضو من اعضاء الجسم بينزل في الدم فبيعمل احتباس ميه في الجسم. فده لازم دكتور متخصص يبقى فاهم قوي ويعرف تعملي تحاليل معينه تعرفي سبب الاحتباس الميه في الجسم الاول. فكان في حاله قدامي كانت قريب جدا جدا وكان قعدت فتره تلف على دكاتره برضو وما كانتش عارفه سبب الاحتباس اللي عندها ده، ودكتور واحد اكتشف ان الزلال ده هو السبب اللي نازل في الدم فعمل لها كده. فان شاء الله يا رب تعرفي السبب الصح. طيب خلينا نكمل دلوقتي بقى. احنا عندنا هنا دي شنطه لذيذه قوي قوي قوي، الشنطه دي برضو من الجينز، بصوا جميله ازاي. صح، تسلم ايدك. تسلمي. طيب احنا في كمان المفروض في بقى حاجات زي توب. ده كده اسوراهات معموله كده، باخد الثانيه بتاعه البنطلون من تحت وبدكك فيها السلك ده وابدا احط فيها بقى اللي هي الخرزات دي واعملها بشكل معين بحيث ان هي بالظبط. بصوا بقى عليا انا اهي، دي جميله قوي، ممكن الواحد يعمل كحكه وتتحط حوالين الكحكه، جميله جدا. تسلم ايدك. هنا برضو دي كده مستهلك للمطبخ، لحاجات المطبخ بقى. في حاجه بس مهمه عايزه اكد عليها، كل اللي بيتصلوا اريني بتاخد رقمهم زي ما نوهت اول الحلقه، عشان هيبقى في كورس ان شاء الله مجاني مقدم من الدكتوره مها مختار، عشان كل الحاجات الريسايكلينج دي او حاجات اللي هي تدوير الحاجه ان شاء الله هتعلمها لكم. حلو قوي. دي قديمه جدا مستهلكه طبعا، ما عدناش يعني ما عادش حد بيستعملها خلاص، عملت عليها ديكوباج والوان، وممكن تنفع ساعه تتخرم في النص تحط عليها عقارب وتبقى حاجه تتحط في المطبخ، شكلها شيك جدا يعني لذيذه قوي، تتعلق فعلا في المطبخ. حاجات المطبخ كتير قوي ان ينفع تتعمل منها حاجات تدوير، زي مثلا الازايز بتاعه البيبسي بعجائن الورق بتتعمل حاجات زي ابوجورات، حاجات فنيه بس بيبقى فيها تخصص شويه، فيها ناحيه فنيه اكتر من ان هي مجرد اعاده تدوير عادي، فبتبقى شويه صعبه مش على يعني كل الناس بتقدر تعمل. طيب احنا في صور؟ ايه؟ في صور صح؟ مع طيب احنا ممكن نشوف الصور؟ يلا بينا. جميلة قوي. ده ايه بقى؟ احكي لنا. ده شنط صغيرة؟ شنط صغيرة كده برضو، النص اللي تحتاني كان جنس واخدنا الجزئية من فوق برضو قماشة مستهلكة واشتغلنا عليها شغل روكوكو بارز تطريز. جميل، تسلم ايدك. يلا يا جماعه فرصه تتعلموا كل الحاجات دي، عندها ان شاء الله كورس 3 ايام بس، اتصلوا وايريني هتاخد رقمكم. حاجات جميله قوي، الشنطه برضو عامله عليها شغل. شنطه عليها شغل بال ده جزء من الشنطه، تانيه عليها برضو زراير وكروشيه. والله شويه تاتشات كده على الحاجه بتخلي الحاجه شكلها جديد. ده كفر المصحف.
واحنا ما عندناش اكتر من جينزين. اه كتير كتير جدا، وساعات بتبقى اساسا خلاص يعني هتترمي، وهي ممكن تتعمل حاجات كتير. وده ايه؟ ده خشب قديم خالص وبتلون عليه وبتحط كلوحه فنيه، اخشاب قديمه مستهلكه برضو. جميل قوي، تستعمل في الديكور يعني. تسلم ايدك. هو اساسا حتى كمان لو حد ما بيعرفش يرسم ممكن يستعين ان هو ياخد حاجه مرسومه جاهزه ويشفها ويبدا يحطها ويبدا يمشي على الوان معينه، بس المهم ان هو يبقى عنده القدره ان هو او عنده يعني عزيمه ان هو يعمل الحاجه دي او عنده استطاع عايز يعمل الحاجه دي. ما هو لما يتعلم هيبقى عنده فكر ازاي يقدر يعمل. بالزبط. طيب اخر واحده عايزين نشوفها. هي ديت انا سايباها مفتوحه، عايزه اوريهم بس ان انا هنا حتى لو ما فيش مكنه انا ممكن اخيط على ايدي. انا عامله سراجه سحريه من دي جوه. دي اللي اول خياطه بنتعلمها في المدرسه. سراجه سحريه عاديه خالص من جوه، وطبعا هنا عملت بتاع دوت، حطيت شريط كده عادي كروشيه، انا بعرف اشتغل كروشيه. يعني ممكن عشان الناس كده مش شايفه، ممكن حد يحط دانتيل بدل الكروشيه ده، الكروشيه اللي هنا ده. ممكن اي حد اي دانتيل اي حاجه دانتيل اي شريط الورده بتاعت الكروشيه. بعد كده انا حبيت بس افهمه ان هو مش كله ممكن يبقى خياطه مكنه، يعني ممكن ان انا استعين بايدي في تقفيله. ونفس القصه ان انا اركب السوسته عادي جدا برضو عن طريق بايدي بسيطه. صح. وبقفل هنا، ودي غرزه البطانيه. بعد ما بخلص الخياطه خالص ببدا اشتغل على الطروف خالص عشان ادي شكل جمالي. تسلم ايدك بجد. بس بالنسبه في حاجه تانية بقى في بالنسبه للمستهلكات، انا من اول ما بدات افكر في الفكره دي وانا اي حاجه مستهلكه خلاص ما عادش ليها نفع، ممكن لا تفيدني ولا تفيد غيري، بقى قميص مثلا، شميز، اي حاجه باخد الزرار بتاعتها اجمعها شكلها جديد، حلقات في شنطه شكلها جديد باخدها اجمعها. دي كلها اكسسوارات بتنفع في اعاده التدوير، بدل ما هنزل اشتري حاجه واكلف حاجه قديمه، لا انا كده عندي. صح. عندي حاجات مجمعاها في اوريدي، هبدا احط واضيف زي الزراير دي كده مثلا، ممكن تكون زراير كتير جدا انا مجمعه في علبه، اخد أيوة. ده على ده على ده. صح. السوسه القديمه فعلا. بصوا حتى الزراير ازاي مجمعاها وحطاهم ازاي هنا، جميله قوي، تحفه. تسلم ايدك. تسلم يا رب. تسلم، نورتيني النهارده. الله يبارك فيك. بشكرك قوي على الافكار الحلوه دي، وبشكرك على الكورس المجاني اللي هتديه للمتصلين عشان يستفادوا. فميرسي جدا. انت اسمك ايه على الانستجرام؟ مها هاند ميد. مها هاند ميد. تمام. انا برضو هنزل الانستجرام بتاع مها عندي على الستوري، ان شاء الله هتقدروا تشوفوها. ان شاء الله. اللي حابب يسالها اي اسئله، عنده حاجه معينه عايز يغير من شكلها بس مش عارف ازاي، تقدروا تسالوها ان شاء الله. نورتيني يا حبيبي. شكرا جدا. نورك يا حبيبي.